بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. تم بحمد الله تعالى تشكيل سرية المهام الخاصة التابعة لسرايا الكفن الأبيض في ريف دير الزور الغرب الشامية، والتي بدأت العمل في باستهداف عناصر مقرات كلاب أهل النار الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وأفسدوا الجهاد على أرض الشام، ونتوعدهم بعمليات نوعية من اغتيال وخطف. وقد رأيتم بأسنا في الأيام الماضية. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.